الأمريكي. ديفيد مادم محلل الأسواق في إكويتي جروب ينضم إلينا. ديفيد أهلا بك معنا. ويبدو بأن لا شيء يقف أمام الدولار الأمريكي الذي حاليا يتداول عند أعلى مستوياته في 20 عام. هل هنالك بعد المزيد من الارتفاعات؟ أعتقد نعم، أعتقد أنه يتجه إلى الصعود مرة أخرى، وهذا يشير إلى أنه لن يتباطأ. منذ فترة كان لدينا أرقام قطاع الاي اس ام الخدمي والتي كانت أفضل من المتوقع، وكان هناك تحسن عن التحديثات للشهر السابق، وهذا يشير إلى أن القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي هناك. إذا من المشجع جدا أن نرى أن أكبر مكون للاقتصاد الأمريكي ينمو بشكل كبير. وأيضا فيما يتعلق بالمقاييس الداخلية كانت إيجابية أيضا، شهدنا التحسن في مكون الوظائف من الناحية السلبية إلى الناحية الإيجابية. وأيضا الطلبيات الجديدة أيضا كانت مشجعة، تشير إلى أن الأعمال لا تزال قوية. ونقول أن الأسعار لا تزال مرتفعة، سوف يستغرق الأمر وقتا، ولكن البنك المركزي لا يرغب في ذلك، وبالتالي هذا يشير إلى مزيد من التجديد من قبل الفيدرالي الأمريكي. وأيضا أعتقد أن سوف نستمر في أن نرى الحركة الصعودية في الدولار الأمريكي على هذه الخلفية. يعني ومع ذلك يعني اليوم نشهد استمرار أيضا لارتفاع عوائد السندات الأمريكية، إن كانت قصيرة الأجل أو حتى طويلة الأجل. والسوق تصاعد رفع معدلات الفائدة ب 75 نقطة أساس. ولكن كما تعلم ديفيد بأن ليس فقط الفيدرالي من يرفع معدلات الفائدة، البنك المركزي الإنجليزي أيضا كان من البنوك المركزية التي تشدد وتيرة معدلات أو رفع معدلات الفائدة بوتيرة سريعة. واليوم خلال هذه الأثناء عوائد السندات لأجل 10 سنوات يعني تصل إلى مستويات مرتفعة جدا، هي الأعلى منذ عدة سنوات. كما تعلم مع انتخاب ليز تروس اليوم شهدنا ارتفاعات على الاسترلين ولكن لم تدم طويلا. برأيك كيف سيتحرك الباوند من هنا؟ أعتقد أن الحركة الصعودية في الباوند الإنجليزي اليوم سوف تستمر فترة طويلة، على اعتبار أن الحركة الصعودية شهدناها اليوم ينبغي وأن تكون في سياق التراجعات والخسائر التي شهدناها في الأيام الماضية. وشهدنا الباوند دولار وصل إلى مستويات منخفضة، ليس مستويات الأقل في مارس، ولكن نتحدث عن حركات الصعودية التي شهدناها في عوائد السندات، وأيضا لا تتداول بأكثر من 3% المرة الأولى منذ عام 2014. من الواضح أن المتداولين يتوقعون مزيدا من رفع معدلات الفائدة من قبل بنك إنجلترا خلال الأسابيع والأشهر القادمة، ولذلك شهدنا ارتفاع في عوائد السندات الإنجليزية، وهذا ما دعم الباوند الإنجليزي اليوم. وأعتقد أن سيكون هناك استقرار في الأيام القادمة. وليز تراس أيضا بعد أن تولت منصبها سوف يعيد ذلك قوة الجنيه الاسترليني، وأعتقد أنها سوف تحسن من المشكلات الخاصة بالمعيشة هناك، وأيضا العلاقات الاحتمالية مع الاتحاد الأوروبي، كل ذلك يحوم حول الجنيه الاسترليني، وهذا ما سيظهر خلال الأسابيع والأشهر القادمة. ولكن لا أعتقد أن الارتفاع سوف يستمر طويلا. ماذا عن اليورو الذي أيضا اليوم يسجل أدنى مستويات جديدة في حوالي على 20 عام؟ هل يعني سنشهد تحقيق نبوءة المستويات 95 أو حتى 90 برأيك ديفيد؟ أعتقد أنه خلال الأسابيع القادمة، أعتقد أن 95 احتمال، ولكن 90 هذا أمر كبير. ولكن مسار اليورو دولار هابط، وأعتقد أن هذا أمر سيء جدا، والأسوأ هو ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل كبير. وأيضا وعلى الجانب الآخر لدينا مشكلات مستمرة في منطقة اليورو، ولدينا ارتفاع لعوائد السندات، وأعتقد أن هذا أمر
يهدد الاقتصاد الأوروبي، وسوف نودع الصيف وأمامنا الشتاء. من المرجح أن يكون هناك الكثير من المشكلات التي ستواجه اليورو على اعتبار عدم اليقين في سوق الطاقة خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة. إذا بنهاية في منتصف سبتمبر إلى نهاية سبتمبر قد نصل إلى مستويات 95 اليورو مقابل الدولار، ومن المتوقع أيضا أن نرى 0.0 بالنسبة لليورو دولار فيما بعد. أو أعتقد أن بصفة عامة المسار لا يزال هابط بالنسبة لليورو. وكما تشهد أيضا الين يبدو بأنه متوجه إلى 150 ين للدولار. ولكن سؤالي لك ديفيد، ألا تعتقد بأنه من الممكن أيضا أن نشهد تدخل إن كان من الخزانة الأمريكية أو من الفيدرالي الأمريكي أو حتى بالتعاون مع باقي الدول لعدم السماح للدولار في المزيد من المكاسب، لأنه فعليا قوة الدولار قد تكون سلبية للكثير من الاقتصاديات حول العالم؟ قطعا قد يحدث ذلك، والأهم من ذلك سيكون ذلك سلبيا للاقتصاد الأمريكي نفسه. وعلينا لا ننسى أنه على الرغم أن ارتفاع الدولار رائع، ولكن وأرقام الطلبيات رائعة اليوم وأرقام الوظائف في الأسبوع الماضي، علينا لا ننسى أن الولايات المتحدة في ركود تقني. إذا الركود التقني قد يصبح ركودا حقيقيا، وأعتقد أن الفيدرالي عليه أن يكون حذرا ورفع معدلات الفائدة للتعامل مع مستويات التضخم العالية. ولكن لا ينبغي أن يكون هناك تشديد قوي من قبل الفيدرالي حتى يواجه صعوبة في تعافي الاقتصاد. علينا أن نذكر أيضا أن هناك العديد من الدول حول العالم التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي وتقترض بالدولار الأمريكي، وقوة الدولار الأمريكي سلبية للعديد من الدول حول الكثير من دول العالم. ديفيد مادن محلل أسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.